هذا أول حضور لنا، يعني أول مرة منشارك، يعني يعجز شو بيقولوا اللسان عن الوصف قدام هالتنظيم وقدام هالنجوم ومن مختلف أنحاء العالم. يعني هالمرة في أنتوني هوبكنز، أنا وان أوف هيز فانز أنتوني هوبكنز بالنسبة لإلي طبعاً. ومبروك لكل النجوم أكيد، كمان العرب الرابحين اليوم أو لبنان أو سوريا أو مصر أو أي مكان. شيء بكبر القلب الحقيقة، المشهد اللي بتشوفيه بالصور غير اللي بتشوفيه بحي يعني، فلا عن جد أنا فخور بهذا الشيء. والشياكة والجلامور، فتحية كبيرة لمعلم مستشار تركي الشيخ ولهيئة الترفيه على هالتنظيم الرائع. أكيد نشكرهم على الدعوة كمان. خليني أقول مرسي كتير كبير اليوم لنيكولا جبران على الدريس، وجوني متا ستايلست جولري معود، لوبوتان كلاتش، زانوتي شوز، فتانكيو.